اول حاجه تنبغي نشكر الجماهير على الدعم ديالهم وتنبغي نهدي لهم هاد دو تيتر. الحمد لله مقابله ما كانش مقابله ديال اللاعب المقابله اللي قدموا اللاعبين ما كانت سهله سيرتو كانوا دي جون وداك الشيء. الحمد لله فخورين بالاداء اللي قدمته مريد وكنتمنوا ان شاء الله في لو فيوتور قدم ما احسن. وتنبغي نشكر الجماهير واداره الفريق ولو بريزيدون ديال الفريق تنبغي نهدي لهم والجماهير ديالنا سورتو حيت اللي كي كيناضلوا معنا وتشجعونا في اي مقابله. والحمد لله ربي ما خيبناش هدينا لهم هاد دو تيتر اون اسبير ان شاء الله نديرو اكثر. ودابا شوف دابا ان شاء الله نشالي ان شاء الله خير والفضل تيرجع بعدا المالين الدار خوتي ود الحومه بايا ما يمكنش الله يسهل عليكم. هو صراحه التتويج جا عن جداره واستحقاق. الحمد لله كانت الخدمه من بدايه السنه حنا الاولين يعني ما خاصناش نحطوا يدينا ولا كتكون بعض المرات هفوات ولكن الحمد لله كنرجعوا دغيا في سكه الانتصارات. الحمد لله هادشي تالينا قدرنا اننا نحرزوا البطوله والشامبيونز ليغ وهذا ما يكونش الا اخر لقاء ان شاء الله. عندنا مقابله مع فريق الرجاء اللي غتكون مقابله جميله وفيها غيكون عرس كروي مغربي افريقي وان شاء الله نحقوا المبتغى ان شاء الله ونديو ثلاثيه ان شاء الله هذا العام باش نسعدوا هذا الجمهور هذا الكاتب اللي كيعزرنا لا داخل الميدان لا خارج الميدان. وكنقول لهم شكرا لكم بزاف وديما ويدا.